وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد الدكتور حسين علي المسلم رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي أن مملكة البحرين حققت نجاحا كبيرا في تنظيم بطولة العالم للغطس العالي على مختلف المستويات. الحقيقة التنظيم كان رائع ممتاز. أنا شخصيا يعني قعدت مع المشاركين لاعبين مدربينهم الحكام كلهم مرتاحين من الترتيبات والتجهيزات على مستوى عالمي وأدائهم كان ممتاز. التنظيم ليس فقط أساس المنط أو الترتيبات الجلوس وهذا، ولكن كان هناك تدقيق كثير من تحت الماء، إسعافات أولية تحت الماء، تحت المنط، داخل الماء، خارج الماء. كل هذه الأمور عطت مو بس انطباع، عطت برهان على قدرة مملكة البحرين وعلى نجاح البطولة واستمتاع رياضيين وأبطالنا تواجدهم في مملكة البحرين.